بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، النهاردة معانا خبر بعنوان عمرو الحلواني يتوقع تشكيل الأهلي الأمثل لمواجهة سان داونز. كشف عمرو الحلواني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق من خلال برنامج استوديو رياضة على تلفزيون يوم السابع الذي يقدمه الإعلامي وليد ماهر عن تشكيل النادي الأهلي الأمثل المتوقع لمواجهة سان داونز المقبلة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته السبت المقبل في جنوب إفريقيا. وتوقع الحلواني أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى محمد الشناوي، محمد هاني، ومحمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، وعلي معلول للدفاع، ومروان عطية، وأليو ديانج، وحمدي فتحي للوسط، وبيرسي تاو، وأحمد قندوسي، وطاهر محمد طاهر للهجوم. وأكد الجلواني أن فوز الأهلي على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة مقابل هدف واحد في الجولة 17 من الدوري الممتاز هام جدا، ممتاز هام جدا، خاصة بعد التعادل الأخير مع الداخلية وخسارة نقطتين والخروج بدون إصابات لدى اللاعبين أمام ذئاب الجبل، وهو الأهم عند كولر المدير الفني، خاصة مع ضيق الفارق الزمني قبل 72 ساعة من المواجهة الحاسمة للنادي الأهلي. أعزائي المشاهدين، بشكركم دايما على مشاهدتكم لينا، وأتمنى دايما إن أنتم تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. شكرا لكم.